ما شاء الله. فالآن أيها الإخوة، قد انتهى البرنامج الخطابي للطلاب، فالآن نأتي للاستماع إلى كلمات من التبجيل والترحيب يقدمها فضيلة مدير التعليم والتنفيذ للجامعة الشيخ حذيفة غلام محمد الوستانبي. فليتفضل مشكورا الشيخ حذيفة غلام محمد الوستانبي. بسم الله الرحمن الرحيم. كلمات ترهيب وتقدير إلى سعادة الشيخ داود الألواني وسعادة الدكتور عبد الله بصفر حفظهم الله ورعاهم على قدومهم الميمون في حرم الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم الكلكوة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، سعادة رئيس حفل الميمون وضيوفنا الأفاضل وأساتذة هذه الدار المحترمين وأعزائي من طلبة المكرمين، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أسرة الجامعة، بل تهتز قلوبنا وأرواحنا اهتزاز الأغصان على أن نرحب بضيوفنا الأفاضل الوافدين من المملكة العربية السعودية الخيرية. نرحب بكم في هذه البقعة المباركة القرآنية بقلوب دفاقة تغمرها الفرحة والامتنان، وبعواطف مملوءة بالحب العميق. أمطرت السحائب هطان، وتنفس الصبح بعبق الزعفران، وبشى المسك وطيب الريحان. مرحبا بكم بعدد نجوم السماء، مرحبا بقدومكم الميمون، مرحبا بكم بعددها من طير، وبكل ما في الأرض من أشجار وعددها نزل فيها من أمطار، وبعددها نبت الشجر والورد والزهر، وبعددها طلع القمر، وبعددها نور البدر، وبعددها رفف الطير وغرد القروان وغنى الحمام. أهلا وسهلا بكم، فقد خفقت لهم القلوب والعيون، وسرت بهم الخواطر والشجون. مهلا مهلا، فقد حللتم أهلا ووطأتم سهلا، وشرفتم بتواجدكم حفلا. تطرب بكم الأقابيل وتحتفي بكم الموابيل، ونرحب بكم ترحاب الإخوان، ونتمنى لكم طيب الإقامة في المكان، وندعو لكم بلوغ عدن وجنان. تسارع الركب إليكم متزاحمين، وتصبت السرادق للمهنئين، واصطفت الجموع بكم مرحبين، ونقشتها لكم بالأخضر ليكون بسمو زواتكم أجدر، ولناظركم أنقى وأطهر. لو علمت الدار بمن زارها فرحت واستبشرت، ثم باست موضع القدمين وأنشدت بلسان الحال قائلة: أهلا وسهلا بأهل الجود والكرم. آملين أن تسعدوا بيتا ونسعدكم بنا نحن الإخوان. التراحيب والتحايا لا تعبر عن مدى سرورنا بقدومكم الميمون. ها هي أيادينا نمدها لكم ترحيبا وحفاوة. آملين أن تغزو بصحبتنا أسعد وأطيب الأوقات. تقبلوا منا أعظم وأرق تحابنا. فالجامعة لها صلة متينة وعلاقة ودية بضيوف المبجلين، وكنا منتظرين قدومهم الميمون بين أظهرنا منذ مدة مديدة، ولكن الأمر مرهون بالقدر. فقد قدر الله أمنيتنا الصالحة في هذا اليوم المبارك، وقدر لنا بلطفه الاجتماع. فنقدم إلى ضيوفنا الأفاضل شكرا جزيلا مع الحب العميق على منح فرصتهم السعيدة إيانا بمناسبة زيارتهم الميمونة لهذه الدار المبارك. نرحب بكم أيها السعادة، أجواء هذه الدار العريقة وأشجارها النضرة وأزهارها الزاهية وأغصانها المائلة وهواؤها العليل وقدسها الجميل، بل وترحب بكم منارات هذا المسجد الفخم وقبات مبانيها الشامخة. وجزاكم الله على تحمل مشاق السفر لزيارتنا ولقائنا أحسن ما يجزيه عباده الصالحين. أيها الإخوة، كلما هبت عواصف من الزيغ والضلال
وابتلي المسلمون بفتن ومحن وتعذيب. قام العلماء الربانيون والدعاة والمصلحون وأهل الغيرة الدينية والحمية الإسلامية بدورهم الطلع وعملهم الخالص من إقامة المراكز الإسلامية ونشر الكتاتيب القرآنية وتأسيس المعاهد الدينية في جميع ولايات الهند وريافها. فالجامعة الإسلامية إشاعة العلوم هذه هي حلقة ذهبية من تلك السلسلة المتينة والمؤسسة الخيرية التي تخدم المسلمين ليل ونهار، ومن المعاهد الإسلامية التي توجد في هذا القارة الهندية بعدد المئات والألوف. تاريخ الجامعة وإنجازاتها: إن قرية أكلكوا تقع في مديرية نندربار من ولاية مهاراشت الهند، وكانت هذه القرية الجرداء، بل لم يكن اسمها في مخيل أحد من الناس قبل رفع قواعدها، وكانت غير ذي زرع قبل تأسيس هذه الدوحة المباركة، كانت يابسة المعيشة. أما البيئة المسلمة فكانت مملوءة بالتقاليد الهندوكية والحضارة الوثنية والرسوم الجاهلية، فشاهدها سماحة الشيخ غلام محمد الوسطانوي حفظه الله هذه القرية وزار أهلها سنة 1400 من الهجرة، فوجد في قلوبهم عواطف عميقة وشوقاً جماً تجاه الدين الإسلامي الخالص. فنظراً إلى هذه الأوضاع المؤلمة للغاية كرس مجهوداته لتحسين أوضاعهم الدينية والتعليمية والقاعدية بإقامة هذه الجامعة العريقة قبل 32 سنة. المسابقات القرآنية: منذ تأسيس الجامعة لقد ركزت الجامعة جل عنايتها على خدمة كتاب الله تعالى، كما اعتنى المسلمون في كل زمان ومكان تجاه كتاب الله الخالد حفظاً وتجويداً وتفسيراً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض. وقال أيضاً: الدين النصيحة. فقال الصحابة لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه. فلا ريب أن هذا واجب متأكد على عامة المسلمين وعلمائهم وولاتهم، وأنتم تعرفون جيدا أن هذا الزمان زمان التسابق، فالناس يتنافسون في أمور الدنيا كلها حتى الحسن والألعاب، وللناس فيما يعشقون مذاهبه. قصة المسابقة في الهند: قبل 21 سنة كان سماحة الشيخ غلام محمد الوسطانوي حفظه الله ورعاه على زيارة الحرمين الشريفين، وفي تلك الأيام قد عقدت حكومة خادم الحرمين الشريفين مسابقة القرآن الكريم الدولية في مكة المكرمة، فشارك الشيخ في هذه المسابقة الدولية، فرجع عاظما على أنه سوف يعقد مثل هذه المسابقات والحفلات القرآنية ابتغاء لنفخ روح القرآن في أوساط أبناء الأمة الإسلامية في سائر أنحاء الهند والمدارس العربية، خصوصا على طرح المسابقة الدولية. فحث العلماء والحفاظ والمجودين على المنافسة والمساهمة في المسابقات القرآنية التي تعقدها الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم كالقوة، فنصر الله وأيده وجعل أفئدتهم تهوي إليه وأجاب دعوته القرآنية. فأولا قد عقد الشيخ الوسطانوي حفظه الله تعالى في رحاب الجامعة، ثم على مستوى الولايات، ثم على مستوى عموم الهند. لقد عقدت الجامعة الإسلامية إشاعة العلوم كالقوة حتى الآن 300 مسابقات في الولايات والمعاهد المختلفة، منها مسابقات داخلية بين طلاب الجامعة ومسابقات بين طلاب مراكز الجامعة التابعة لها. ومع ذلك عقدت 6 مسابقات على مستوى الهند حضرها عدد كبير من علماء العرب والعجم، وأعربوا عن حسن انطباعاتهم، وهذه مسابقة 7. وقد بان بما قدمنا أن مسابقة الملك عبد العزيز الدولي هي المحرك لهذه المسابقات، فالفضل والأولوية يرجع إلى القائمين والمسؤولين لها، ولهم الأجر أيضا إن شاء الله، لأنه ورد في السنة: من دل على الخير كفاعله. أقسام الجامعة التعليمية: فالجامعة تحتوي على أقسام عديدة، منها قسم الروضة
وقسم تحفيظ القرآن الكريم والثانوية والعالمية والفضيلة، ويتعلم في جميع هذه الأقسام أكثر من 9000 طالب، وقد تخرج من مرحلتها الفضيلة في العلوم العربية والإسلامية أكثر من 2392، ومن الحفظ أكثر من 13914 حافظاً للقرآن الكريم، ومن قسم التجويد أكثر من 2141 قارئاً، ومن قسم الإفتاء أكثر من 40 مفتياً. وقد تخرج كليات العلوم العصرية، فنظراً إلى أهمية العلوم العصرية والمعاهد المهنية لكسب العيش الحلال يا أبناء الأمة الإسلامية، لقد نشرت الجامعة شبكة الكليات العصرية والمراكز المهنية المعترفة من الحكومة الهندية التي تجري تحت إشرافها، منها قسم كلية الطب، حتى الآن تخرج منها 384 دكتوراً حاملين شهادة دكتور BUMS، ومن قسم المعاهد المهنية 2100 طالب، ومن كلية الصيدلة 618، ومن قسم أعداد المعلمين الحكومي للابتدائية 771، ومن قسم تدريب المعلمين الحكومي للثانوية 587، ومن المعاهد التطبيقية 816 فروع الجامعة. فنظراً إلى أحوال أبناء المسلمين في المناطق المختلفة، تقوم جامعة بإشراف وكفاءة 82 مركزاً يستفيد بها أكثر من 30,000 طالب. وأما الكتاتيب القرآنية فبلغ عددها إلى أكثر من 2656 كتاتيب قرآنية تخدم في مختلف ولايات الهند وريافها، وكذلك في إنشاء وإصلاح أكثر من 5500 مسجد من مختلف الأحجام، وأكثر من 3600 بئر ماء، و25 مستشفيات، وما إلى ذلك من الأعمال الخيرية والرفاهية. فهذا غيث من فيض وقطرات من بحر زخار متلاطم من خدمات الجامعة ونشاطاتها التعليمية والتربوية والأعمال الخيرية، وبسببها ترون صورة هذه الشجرة المباركة التي تؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها. وضيوف الرسول صلى الله عليه وسلم يتوجهون إلى هذه الدار القرآنية لينجو ثمار القرآن والحديث النبوي صلى الله عليه وسلم خطاما، وإن لم يكن خطاما نقدم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى ضيوفنا الأفاضل على استجابتهم لدعوتنا المتواضعة. والحق أن زيارتهم هذه ستكتب في تاريخ الجامعة بميدان من نور وتبقى ذكر عطرة. فنشكركم على هذه الحفاوة الدينية والأخوية وحبكم العميق بخدام كتاب الله تعالى. تقبلوا منا بقبول أسمى عواطف الإجلال والتكريم، وداعيا من المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ويجزيكم جزيل الثواب. وصلى الله على سيدنا محمد بن عبد الله ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.